احنا جنان اقتصادي. اولا برحب بكم في الجنان. احنا جنان اقتصادي وبتحس ان في نقص في السوق قطاعات مختلفه، يعني الموضوع زي السينما، موضوع زي الرياضه، في متعلق بتخطيط الصناعه نفسها من زاويه اقتصاديه محترفه شويه. الناس كلها بتتكلم بتعمل شويه بخفه مع القطاعات اللي هي مش ما حصلش عمليات اقصاده زي انجاز التعبير، يعني ان هي تناول اقتصادياتها بصوره اكثر تعمقا. واحنا لما شفنا موضوع فتح السينما السعوديه او صناعه سينما تنشا بالسعوديه، مش بتكلم عن صناعه بالضروره، ما عندهم صناعه بس خفيفه، لكن في النهايه في سوق هيتولد، السوق ده احنا نقرب له، هيتم. احنا متاثرنا بالفعل بالسينما بالسوق الخليجي الفتره اللي فاتت، في حدث اكبر دلوقتي، مش مجرد ان احنا بنوزع هناك، لا ده في صناعه هتنشا او سوق عرض هينشا، محتاج افلام، محتاج ممثلين، محتاج فنيين، محتاج مخرجين، محتاج الخبرات المصريه. وفي نفس الوقت هناقش ده بالتفصيل تأثيره ده على السينما المصرية ايه، سواء من دخول عناصر سعودية عشان التسويق، سواء ده على مستوى التمثيل، على مستوى الإخراج، على مستوى الفنيين، على مستوى اي حاجة. ثانيا نوع السينما المنتجة، يعني احنا اصلا مرينا في اول التسعينات، وطبعا انتوا اساتذه في الموضوع ده، بالعصر السينما النظيفة انجاز التعبير، يعني هل احنا في سكه ان احنا نشوف سينما اكثر نظافه، ولا الجو الموجود في السعوديه دلوقتي ممكن يوصلنا لحاجه ثانيه. برحب بكم في البدايه، وبالتالي احنا ممكن نكون نعرض دلوقتي فيديو بسيط تمشي دقيقتين حوالين السينما السعوديه. ايرادات السينما المصريه دلوقتي بتيجي منين، وايه تاثرها بالسينما الخليجيه بيجي ازاي، سواء قنوات يعني توزع الخليجي، سواء قنوات فضائيه او دور عرض في الدول الاخرى. عايزين نحط في الكونسيدريشن فاطمه ان في دول عربيه كتير ما بقاش فيها سينمات مقفوله عشان الحروب. العراق كانت بتاخد، سوريا وليبيا سوريا كانت بتاخد كونسيدريشن طيب، ليبيا كانت بتاخد كونسيدريشن طيب، لبنان دلوقتي نادر ما بيغلط. هل حضرتك في الغرفه عندكم نسبه كده ولا قد ايه التصدير الافلام دي بشكل ايرادات الافلام المصريه؟ بالتفصيل مش معايا نسبه، بس ممكن اعرفها لك واقول لك عليها. انما باختصار ان هذه الاسواق اصبحت غير موجوده تماما. فالنهارده انت راح منك مش اقل من 50% من ايرادات الخارج. ده اذا اعتمدنا على الخارج. 50% من ايرادات الخارج، مش ايرادات الكليه، من ايرادات الخارج. الخارج. والخارج بيمثل قد ايه؟ الخارج كان دول عربيه. لا بيمثل قد ايه ايرادات الكليه؟ كان برضه بيمثل حوالي 50%. يعني انت بتتكلم عن 25%. ايرادات الفيلم في الداخل اتسمطر وبنحرق. ممكن تبقى عامل فيلم هايل والناس ما تجيش، وممكن تبقى عامل فيلم نص ونص ومش عارف تمشي ناس من على الشبابيك. شفنا حاجات من دي. فدي بتتوقف على يعني اراده ربنا.